أصدر الرئيس التونسي قيس سعيد قبل أيام مرسوماً بعزل 57 قاضياً في أوسع تغول للسلطة التنفيذية على السلطة القضائية كما يقول حقوقيون. قوى المعارضة التونسية حذرت من استفحال الأزمة في البلاد ودعت إلى التصدي لها صفاً واحداً، ودعت أيضاً للتصدي لما وصفته بانقلاب قيس سعيد. جبهة الخلاص الوطني المعارضة قالت إن قرار عزل القضاة جاء بناء على شبهات لم يقع البت فيها من قبل الهيئات التأديبية، فيما نقل الأمين العام للاتحاد التونسي للشغل عن قضاة تعرضهم لعمليات ترهيب وتخويف ممنهج من قبل وزارة العدل التونسية. منظمات حقوقية وهيئات تونسية اعتبرت أن انتهاج المسلك الانفرادي المتسلط في إعفاء القضاة هو توجه خطير نحو الدكتاتورية. أرحب بالمحامية والناطقة باسم التحالف المدني الوطني التونسي سيدة فوزية الخضري. أهلا بك سيدة فوزية. هل يمكن أن يكون لدى الرئيس التونسي قيس سعيد دليل يستند إليه في التهم التي كالها لهؤلاء القضاة الذين عزلهم واتهمهم بالفساد؟ لو كان لديه دليل فعلا كما يدعي، فما المانع في أنه يتوجه إلى السلطة المشرفة رأس على تأديب والنظر في ملفات التأديب المتعلقة بالقضاة ثم إحالتهم القضاء إن ثبت فعلا أنهم متورطون في جرائم تخل بالأمن العام أو كانت وراءهم تهم فعلا تهم الفساد أو غيره؟ اليقين الحتمي أن هؤلاء القضاة ليس لديهم ملفات، فقط ما قام به قيس سعيد هو عملية خلط للأوراق. طعم القائمة من 57 قاضي بثلاثة أو أربع أسماء يحوم حولهم شبهات تورط في ملفات معينة، ودس هذه الأسماء التي تحوم حولها شبهات وليس لديهم ملفات قضائية صدرت فيها أحكام باتة ونافذة في توجيه التهم هذه. طيب، وحتى هؤلاء الثلاثة من 57 قاضي، هل من صلاحية قيس سعيد أو حتى حكومة قيس سعيد هي أن تكون القاضي على القضاء وتعزلهم؟ سيدي الكريم، احنا لو كنا في دولة قانون ومؤسسات وفي دولة تحترم مبدأ الفصل بين السلطات لبقي المجلس الأعلى للقضاء المنتخب كهيئة هي المختصة في تأديب هؤلاء القضاة، ثم وإن ثبت ارتكابهم فعلا لجرائم سيحال ملفهم إلى القضاء ليبت فيها. لكن تعلم سيدي الكريم وكل متابع للشأن الوطني التونسي يعلم أن المنقلب لم يؤمن بهذا بدورة القانون ولا يؤمن بالمؤسسات التي انبثقت عن دستور الثورة دستور 2014، وقام بغلق المجلس الأعلى للقضاء ونصب مجلسا أعلى استثنائي للقضاء يديره حسب هواه وحسب رؤيته للأمور وحسب ما يساعد أجندته الانقلابية. لكن رغم ذلك ونظرا لنزعته المرضية ونزعته السلطوية والدكتاتورية، فحتى هذا المجلس الاستثنائي الذي فصله على مقاس رغباته وشهواته في السلطة لم يعترف به أثناء اتخاذه قرار العزل. ولذلك جاء قرار العزل هذا جاء من طرف رئيس الجمهورية لا من المجلس الاستثنائي الذي رفض التورط في مثل هذه. طيب، الآن هذا ضمن رؤية قيس سعيد لنظام عدالة وفق مقاسه وحساباته الخاصة، فهل نجح قيس سعيد في تغيير النظام القضائي التونسي من خلال عزل هذا العدد الكبير من القضاة؟ سيدي الكريم، هو ما وقع مع القضاء هو نفسه ما يقع مع كل أطياف ومؤسسات وشرائح وقطاعات المجتمع التونسي. سيدي الكريم، هذا المنقلب لم يأتي انقلابه وليد اللحظة، لحظة 25 جويلية. جاء الانقلاب بعد أن كانت هناك دولة عميقة وأعلام متورط في العمالة وفي عوامل الردة هيئة لمثل هذا التشتت والانقسام لدى الشعب ولدى جميع نخبه ومفكريه وسياسيه ومنظماته. وبالتالي 25 جويلية وانقلاب قيس سعيد جاء بعد أن تمكن وتأكد أنه قد نزع الفتنة، قد زرع الفتنة وقد لغم الأجواء النقابية ولها في المهيئات وفي أفراد الشعب، مما سهل له افتراس كل القطاعات حاليا كل على حدة. للأسف سيد الكريم،
الشعب التونسي ما حدث معه هو نفسه ما يحدث في قطاع المحاماة من تشتت وتشرذب وتقسيم، نجد نفس هذا المشهد حتى في صلب القضاء. ما تأثير ذلك فوزية على نظام العدالة في تونس؟ المعروف بأن من أكبر مكتسبات الثورة التونسية هو النظام القضائي والفصل بين السلطات. هناك من يرى بأن قيس سعيد الآن بتغوله على السلطة القضائية أسوأ حتى من نظام زين العابدين بن علي الذي انتفض عليه التونسيون. نعم، هو أسوأ وأخطر سيد كريم، على الأقل في وقت بن علي كان هناك حتى القاضي، وإن تعرض لتعسف وإن تعرض لمظلمة من طرف بن علي فإنه كان سيكون ذلك في طي الكتمان في داخل دواليب السلك القضائي وبالاعتماد على إجراءات ولو كانت وهمية لكن كانت تضمن الحد الأدنى أنه ما يصل فيه عقوبات ممكن أن تمس القاضي هو أن يقع نقلته وبتعسف على وضعيته الاجتماعية والأسرية أو وضعه كما يعرف في عهد بن علي أنه يبقى قاضي مجمد في أحد الدوائر العقارية والإدارية دون صلاحيات أو دون سلطات تذكر. لكن أن قيس سعيد كان وأصبح أتعس حتى من دكتاتورية بن علي. دكتاتورية بن علي كان فيها نوع من الذكاء في تسيير وفي التنكيل بخصومه، لكن قيس سعيد دكتاتور مع رغبة مرضية عميقة في التخلص من خصومه دون مراعاة أقل نواميس الإجراءات القانونية وأخلاقيات والأخلاقيات العامة. زلة أخلاقية فظيعة قام بها المنقلب بتشويه وهتك أعراض وتسريب محاضر مزورة هي لا تتعلق بتلك القاضية التي وقع التشهير بها، هي ملفات ومعناها توصل الدعاء طيب. أنك تشهر يعني نعم. مثل هذه المخالفات فوزية الخطيرة جدا، إذا كان ليس بالإمكان الآن أن ترفع قضايا في أمام القضاء التونسي، هل هناك منابر أخرى مثلا منابر دولية يمكن محاسبة قيس سعيد على ما قام به؟ سيد الكريم، احنا بالنسبة لفرضية القضاء لو احنا حتى من باب انه في هذا المشهد القاتم جدا في تونس وخاصة في سلك القضاء ان المجزرة المحزنة التي تعرض لها سلك القضاء، هناك بشائر خير هو وحدة الصف القضائي، تجمع الصف القضائي بجميع أسلاكه وبجميع ممثليه من جمعيات والنقابات في أول مرة تصير في تاريخ القضاء أنه يخلوا خلافاتهم الإيديولوجية والنقابية والمهنية جانبا ويتوحدوا، هذا بادرة طيبة. لكن نرجو أنه هذه الشحنة المعنوية وهذه الوحدة لا تضيع أبدا، ممكن بوادر انفراجنا احنا هذه وجهة نظر نتبناها مؤقتا كحل، انه مثلا القضاء الاداري كان ينجم يكون حازم في مثل وضعية ال 57 قاضي، هذا ينجموا مثلا انهم يتوجهوا القضاة الذين تم عزلهم والتشهير بهم الى القضاء الاداري للطعن في مرسوم العزل هذا، وينتصروا القضاء الاداري لزملائه وينتصروا لدولة القانون. ما الذي جرى يعني في هذا المسعى؟ خطوة أولى. هذا الخيار هل ما زال ممكن يعني اللجوء إلى القضاء الإداري للطعن على قرارات سعيد ضد القضاء؟ ما زال الباب مفتوح، نرجو أنهم يتوحدوا ويصيروا في هذا جانب من جوانب والإمكانيات المتاحة للسادة القضاة، معناها ما هوش الحل الوحيد والأوحد. هذه مجرد كخطوة أولى نجم يقوموا بها أنهم ينتصروا لذاتهم، ينتصروا لاستقلالية القضاء، ينتصروا لزملائهم أنهم مثلاً القضاء الإداري يلعب دور الريادة ويأخذ قرار مصيري في مقارعة الانقلاب وفي الانتصار للسلطة القضائية. هذه كحل من بين الحلول العدة اللي مازال طرحها موضوع مطروحة للنقاش في الوقت الراهن. شكراً جزيلاً لك الناطقة باسم التحالف المدني الوطني التونسي المحامية فوزية الخضري.